كوبايه واحده بس كفيله ان هي هتدمر لك كل الدهون العنيده اللي ما بتنزلش بسهوله، حتى لو كان وزنك فوق ال 100 كيلو. لو انت مش بتشتغلي وما بتعمليش دايت، ما بتعمليش تمارين، وجسمك فوق ال 100 كيلو، او جسمك كل ما ده بيزيد، او انت شهيتك مفتوحه، جربي معايا الوصفه اللي احنا عملناها النهارده دي هتدمر كل الدهون وهتدمر كل الوزن الزايد الموجود عندك. عايزه تعرفي الوصفه دي عملناها ازاي؟ حطي لايك الفيديو وتعالوا يلا يا جماعه نشوف الفيديو بتاعنا. ودلوقتي يا جماعه اول مكون معايا اللي هو الليمون، تمام؟ هناخد ليمونه كده اهوت وهنقطعها بقشره بالشكل ده كده، هنقطعها كده ايه، هنشيل بس البذر ده اهو، هناخدها بقشره ليه بقى؟ لان القشره يا جماعه له سحر برده في نزول الوزن معانا كده اهوت بالشكل ده كده. تمام، انا كده دلوقتي قطعت الليمونه لقطع صغيره. بعد كده هنجيب حاجه هنحطها على النار اهو زي دي كده، تمام. هناخد بقى الليمون وهنحط، يبقى ده كده اول مكون معايا. تعالوا بقى نشوف بعد كده المكون التاني اهو. انا كده يا جماعه معايا، بصوا بقى ده كده القرفه او الدرسين، ممكن تحط خشنه لو متوفره عندك اللي هي العيدان اللي زي دي كده، لو مش متوفره ممكن انت برده هتحطي النعم، تمام. هناخد بقى العود كده اهوت، ناخد كمان حته يعني حاجه بسيطه كده، شوف بس حته صغيره كمان هنحطها معاها بالشكل ده كده، تمام. تعالوا بقى كده نشوف المكون اللي بعد كده. الوصفه دي يا جماعه كل المكونات بتاعتها هتعلي الحرق في جسمك، يعني ايه؟ هتخلي جسمك كده كله شغال ليل نهار، شغال كانه كده مكنه حرق، هتخليكي تعرقي. يعني حتى لو انت كان عندك لا قدر الله الغده، جسمك ما بيحرقش كويس، ده هتخلي جسمك ما شاء الله يحرق بطريقه كويسه جدا. تعالوا بقى كده يلا نشوف مع بعض المكون الثالث اللي هو ايه، الزنجبيل. بصوا هناخد قطعه صغيره كده، لو احنا عندنا الزنجبيل البودره برضو مفيش مشكلة، هناخد زنجبيل بودرة. عندنا الفريش، هناخد قطعة صغيرة زي ما انا هاخد كده معاكم دلوقتي، مش هنكتر يعني ولا حاجة، عشان الناس اللي بتحس يا جماعة من الزنجبيل، على فكرة برضو الناس اللي بتحس من الزنجبيل وعندها حساسية ولا حاجة من الزنجبيل، ممكن ان هي تستخدم في الوصفة دي بدل الزنجبيل تستخدم كمون، تمام. بس انا يا جماعه بفضل الزنجبيل لان الزنجبيل له قوه فعاله في حرق الدهون. هقشرها بس كده اهوت، بالشكل ده كده مش هنكتر ولا حاجه. لو احنا استخدمنا يا جماعه البودره هناخد بس حوالي نص معلقه صغيره خالص من الزنجبيل البودر، تمام. ده كده يا جماعه معايا اهيت بالشكل ده كده، هنقطعها برده كده صغيره كده او هنبشرها على المبشره، بس هي خلاص بقى مش مستاهله ان انا ابشرها على المبشره، هنقطعها كده صغيره كده اهو اسويها بس كده اهوت، علشان انا عايزه اقطعها كده صغيره على قد ما اقدر. بصوا اهي بالشكل ده كده، هنحطها بقى كده مع المكونات بتاعتنا. دلوقتي كده يا جماعه المكونات بتاعتي جاهزه، طبعا معايا الوصفه للاخر، محدش يا جماعه يشوف الوصفه ويجري ويقول ده الوصفه متكونه من كذا وكذا، لا تابع معايا لان في مكون رهيب جدا هنحط الوصفه، بس مش دلوقتي. دلوقتي هنحط عليها قد ايه بقى؟ كام كوبايه ميه؟ هنحط عليهم كوبايتين ميه، وده طبعا يا جماعه اللي انا هستخدمهم في الوصفه بتاعتي النهارده. ده كده ايه؟ تاني كوبايه، تمام. دلوقتي بقى هنحطهم على النار كده، على نار هاديه لمده 10 دقائق كده، على نار هاديه خالص، وبعد كده هنرجع لكم تاني وتابعوا معايا الوصفه للاخر. واللي ما حطش لايك يا جماعه بالله عليكم حطوا لايك للفيديو علشان الفيديو يرتفع ويوصل لاكبر عدد من الناس تستفيد منه. حطهم على النار ونرجع لكم كده يا جماعه. الوصفه بعد ما نزلناها من على النار وبدات ان هي تهدى معايا، وزي ما قلت لكم اي وصفه انا بغليها بغطي عليها علشان احتفظ بالزيوت الطياره، يعني بمعنى اصح البخار اللي بيطلع منه، ده بيبقى فيه الفايده كلها وانا عايزه احتفظ بالفايده ديت. بصوا بقى ده طبعا اللون بتاعها اهوت، هو طبعا كل الفوائد الزنجبيل نزلت، والليمون والقرفه او الدرسين بمعنى اصح، شايفين كل الحاجات ديت.
هنسيبها تغلي كده على النار لمده كافيه زي ما قلت لكم 10 دقايق. دلوقتي بقى كده هنصفيها وتابعوا معايا الوصفه عشان في مكون رهيب جدا هنحطه عليه. تمام، قلنا طبعا كوبايتين، كوبايه هناخدها دلوقتي، الكوبايه الثانيه لما تبرد هنحطها في الثلاجه وقت ما هنحتاجها هندفيها وهنشرب. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض المكون اللي احنا قلنا عليه. دلوقتي بقى المكون يا جماعه الاخير اللي احنا هنحطه مع بعض طبعا الشاي الاخضر. تمام، هنحط على الكوبايه ديت، ده طبعا هيبقى رهيب جدا، حرق الدهون معاكي، هينزل معاكي الميه الزايده اللي موجوده في الجسم، هيخلي جسمك ما شاء الله كده ماكينه حرق زي ما قلت لك في بدايه الفيديو. بصوا بقى اهوت، هنقلبه بقى كويس جدا اهو بالطريقه دي كده. بالشكل ده كده، ومعنا بقى اي حاجه هنغطي عليها طبعا علشان البخار ما يتبخرش. ودلوقتي بقى كده الكوبايه يعتبر جاهزه معايا. طيب هناخدها امتى؟ طبعا لو انتوا حابين تصفوها بعد كده ما تهدى وتنزل كل المكونات او كل الفايده اللي موجوده في الشاي هنصفيها. تمام، هتستني شويه على ما ترسى تحت كده، ماشي مفيش اي مشكله خالص. طيب هناخدهم بقى كم مره في اليوم؟ الكوبايتين اللي احنا عملناهم دولت، دولت يا جماعه ان شاء الله هناخدهم مرتين في اليوم. اول كوبايه اللي انا عملتها ديت، ده طبعا هتتاخد كده على الريق اول ما نقوم من النوم، هنجهز الكوبايه ديت. الكوبايه ديت بقى لما تتاخد على الريق كده من قبل ما تاكل اي حاجه، ده تخيلوا بقى كل الفايده اللي فيها، فيها زنجبيل، فيها قرفه، فيها ليمون، فيها شاي اخضر، كل المكونات اللي فيها ديت، ده هتخلي جسمك لوحده كده من غير ما تعملي رجيم او تحرمي نفسك من الاكل، هتخلي جسمك دايما بيحرق. حتى لو انت ما بتلعبيش رياضه، قاعده في البيت، مش من النوع اللي هو بخرج او بتحرك وكده، وطبعا جسمك بيزيد وكده، كفيله للكوبايه اللي احنا عملناها ديت لوحدها ان هي هتخلي جسمك، هتدمر كل الدهون الموجوده في جسمك، الدهون المتراكمه في البطن، في الجوانب، في الارداف، اللي احنا دايما على طول دايما بنتضايق منها، دي كفيله لوحدها الكوبايه دي يا جماعه، دي مدمره. يعني الكوبايه دي لوحدها كده مدمره، مدمره للدهون بالنسبه للدهون بس، مش مدمره لاي حاجه تانية يعني. تمام، فان شاء الله يا جماعه الكوبايه ديت هناخدها. هنيجي بالليل برده هناخد برده كوبايه زي ديت، حابين تاخدوها يعني هما كوبايتين لك في اليوم، حابه تاخديها في اي وقت، بس الكوبايه الاساسيه اللي احنا هناخدها على الريق هي الكوبايه ديت، والكوبايه التانية حابه تاخديها قبل النوم مفيش اي مشكله. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تشيروا الوصفه علشان الفايده تعم على الجميع باذن الله، وتحطوا لايك للفيديو علشان الفيديو ينتشر ويوصل لاكبر عدد من الناس. استنونا ان شاء الله في الفيديو.